الآن الموضوع احنا نرفضها، لماذا؟ لأنها تجي من الغرب أو تصنعها شركة ولا تراعي فيها يعني حتى تقاليدنا. يعني مثلا صراحة مرة دخلت محل العبايات لأني أبغى أخطب عن موضوع العبايات، فلقيت أن في عباية مطرزة بالميكي ماوس فيران، يعني الله يعزكم، مطرزة به كل من أول لآخرة. فاستغربت أنا، قلت له يا أخي الكريم كيف تطرزون العباية بمجموعة من الفئران؟ قال هذا بناتكم يبغون كذا. ايش رايك في الكلام هذا؟ يقول لي بناتكم يعني يبغون كذا، ولا احنا ما كان سوينا لهم؟ هو يعني كذا يعني بيقلد الغرب. يعني مثلا شوف العبي تكون مطرزه خلاص تجبر، يعني في حب يكون يعني يشوفه مثلا في يعني يشوفه بوحده من برا خلاص هم حيبغوا يعني يروح يفصلوا زيهم زي كذا يعني. ايوه يعني البنات يحبون التطريز بشكل عام. التقريب. لكن هل يمكن أن بنت تقبل أن تكون مطرزة عبايتها بمثل هذا الشيء؟ نعم. أقول هل ممكن الفتاة البنت تقبل أن عبايتها تكون مطرزة بمثل هذه التطريزات؟ لا. أكيد المفروض نقول لا، لأن كيف البنت تقبل أن هذا الوضع؟ ثم يعني أنا أقول العباية الحين للستر ولا للتجمل؟ العباية للستر ولا للتجمل؟ أكيد للستر. يعني أكيد للستر. إذا كانت للستر فالمفروض ما يكون في العباية أي زينة، صح ولا لا؟ أيوة صح. الزينة أيوة صح. تحت العباية تتجمل البنت بما تشاء مما هو مشروع وليس فيه آثام.